هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء. الطقس هيكون بارد نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل البرودة على شمال الصعيد ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل والصبح بدري الجو هيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء. في النهاردة أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وأمطار متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى ووسط سيناء على فترات متقطعة. كمان في نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد. هناخد درجات الحرارة مع حضراتكم دلوقتي ونستعرض درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات، وبعد كده عودة مرة أخرى دكتورة منار غانم. في القاهرة النهاردة درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10 والعاصمة الإدارية 16-9، الإسكندرية 15-11 والعلمين الجديدة 14-10، مطروح 14-11 ودمياط 15-10، بورسعيد 16-9 والإسماعيلية 16-10، في السويس العظمى 16 والصغرى 9 وفي العريش 17-8، كاترين 10-0 وطابة 16-8، حلايب 21-16 وشلاتين 23-15، شرم الشيخ 20-12 والغردقة 20-12 أيضا. في الفيوم العظمى 16 والصغرى 8 وفي بني السويف 16-7، في الوادي الجديد 19-4 وفي أسيوط 17-5، سوهاج 17-6 وإنا 18-7، الأقصر 19-8 وأسوان 20-8. وبكده خلصت درجات الحرارة، وعودة مرة أخرى لدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية علشان تطمننا على أحوال الطقس النهاردة. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك استاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. يعني احنا حاسين ببرودة الجو اليومين دول، واحنا كنا لسه بنتكلم انا وزمايلي النهارده الصبح الجو كان شديد البرودة. اخبار الطقس ايه النهارده وايه المناطق اللي هيكون فيها امطار؟ هو بالفعل اليوم يعني في استمرار للتقلبات الجوية اللي بنشهدها منذ عدة ايام، واهمها طبعا انخفاض قيم درجات الحرارة بتكون اقل من المعدلات الطبيعيه لهذا الوقت من العام بحوالي من درجتين لثلاث درجات. يمكن احنا بالامس شهدنا كمان سقوط الامطار اللي كان موجود بشكل غزير على السواحل الشماليه الغربيه، كانت امطار كمان متفاوته بالشده في بعض المحافظات الداخليه، وده طبعا طبقا لتوقعات الهيئه العامه للارصاد الجويه بسبب وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا. المنخفض الجوي ده بيعمل على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه اللي طبعا بتحجب جزء من اشعه الشمس على مدار اليوم، فده بيساعد على انخفاض قيم درجات الحراره وكمان فرص الامطار متفاوته بالشده. بالاضافه كمان مصادر الكتل الهوائيه نفسها كتل هوائيه شماليه معظمها صادم من جنوب اوروبا، الكتل دي منخفضه بشكل كبير في قيم درجات حرارتها، ويمكن ده اللي بيؤدي لانخفاض قيم درجات الحراره بشكل كبير فتره النهار وفتره الليل. اليوم في استمراريه لانخفاض قيم درجات الحراره، ويمكن كمان نحس النهارده ان قيم درجات الحراره اقل بحوالي من درجتين لثلاث درجات. اجواء بارده فتره النهار في معظم المحافظات الشماليه هي السواحل الشماليه والوجه البحري، القاهره الكبرى وشمال الصعيد. اجواء نقدر نقول عليها مائله للبوده المائله للدفء في المحافظات الجنوبيه، جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده فترات النهار. طبعا فترات الليل كمان مع غياب التام لاشعه الشمس هيكون في مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره، اجواء شديده البروده في معظم محافظات الجمهوريه، ويمكن توصل هذه الاجواء قارتها البرودة في ساعات الليل المتأخر فترات الصباح الباكر في أغلب المناطق اللي فيها درجة حرارة بشكل كبير. مزيد من انخفاض درجات الحرارة إمتى يا دكتورة منار؟ هيكون طبعا احنا كمان بنتكلم ان مع يوم الخميس اللي جاي هيكون في مزيد من الانخفاضات في قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار وفترة الليل. احنا نتوقع ان العظمى على القاهرة الكبرى توصل 15 درجة مئوية يوم الخميس القادم ان شاء الله، ودي تعتبر اقل درجة حرارة متوقع ان احنا نسجلها من بداية فصل الشتاء. بالاضافة كمان ان هيكون في نشاط للرياح هيساعد بشكل كبير على احساسنا بمزيد من البرودة. نشاط الرياح ده يخلينا نحس بالبرودة اكتر ويخلينا نحس بتقييم درجات حرارة اقل فترة النهار وفترات الليل. كمان اليوم طبعا فرص الامطار مستمرة معانا بشكل من متوسط لغزير على السواحل الشمالية الغربية، مطروح في الاسكندرية، وشمال الوجه البحري، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية. الامطار كمان ممكن تكون امطار رعدية ويصاحبها تساقط لحبات
المجبرت اللي هي الكرات الثلجيه اللي بتنزل مع الامطار. الامطار ايضا تمتد متوسطه للسواحل الشماليه الشرقيه، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش، تمتد بكميات اقل للمحافظات الداخليه ما بين خفيف لمتوسط على مدن القناه، بعض الاماكن من جنوب الوجه البحري، وخصص اليوم ايضا امطار خفيفه لمناطق متطرفه من القاهره الكبرى. الاجواء الغير مستقره دي وخاصه على السواحل الشماليه متوقع استمرارها يمكن لحد نهايه الاسبوع باذن الله، استمرار انخفاض قيم درجات الحراره، نشاط للرياح والامطار متفاوت الشده، واللي متوقع ان يمكن تزيد كمان مع يوم الاربع والخميس على المحافظات الموجوده في السواحل الشماليه. فبالتالي لازم ناخد بالنا بشكل كبير من الاجواء الشتويه المتقلبه. طبعا اثناء سقوط الامطار مهم جدا ان احنا نبتعد تماما عن اعمده الاناره، شكل كهرباء، الواح الاسعافات المعدنيه الموجوده في الشوارع، المباني المتهالكه، القياده تكون بتقدام، وخاصه كمان في المحافظات الساحليه لانها هي الاكثر تاثرا في الامطار. وطبعا الملابس الشتويه الثقيله على مدار اليوم كله، لان بناكد تاني ان هيكون في مزيد من الانخفاضات في قيم درجات الحراره مع نهايه الاسبوع باذن الله. ونشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا، ونصائح مهمة طبعا من هيئة الأرصاد. عودة مرة أخرى ليكم يا شاذلي وفسند، ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا